حبيبي تقبر قلبي على هالنومة. الشر عن قلبك يا معلقة. الله يسلمك. نوم الحلو ان شاء الله. شو مريم؟ وعلى اساس تشربيني قهوة من تحت ايديكي؟ مو تكرم عينك على عيني وراسك. جيب لها مزار. ايه تقبريني بسرعه بسرعه. لا لا امكي عليك. شو بك يا مو؟ هلا ما كان فيك شيء. تحت تحت تقبريني. تعي قعدك على الكنبه. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين وعليكم السلام ورحمه الله. شرف شرف. اهلين اهلين بنسيب زعيم الحاره. لك زور مراد ارض. كيفك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. حبيت امره لعندك يا عمي وخبرك. وهي بوجود العضوات. اني انا اخذت تصريح خطي من مكتب امن المحافظه لكشف الفاعل، طبعا بالتعاون مع المخفر. كثير منيح، بري عليك عمي. ومين الها هالروايه غيرك؟ معناها بدنا اياها منك. ها اكيد يا شيخ بلال، ولا تقبل الا بالحقيقه كامله. وانا اخذت عهد قدام نفسي وهي قدام عمي ابو طالب وحضراتكم انه ما اقبل الا بالحقيقه كامله واكشف الفاعل. بارك الله فيك عمي، بارك الله بخصالك الحميده. الله يحميك وياخذ بايدك. جواد، جواد ابن أجاويد عميم. لك يقرف شبابك وشباب اللي خلفوك على هالخبرية اللي بتهز البطن. يعني شو رأيك أبو يحيى؟ الفاعل من الحارة ولا من برات الحارة؟ سيدي يعني عدم المؤاخذة، ما بتلاقيها صعبة علي شوي إني جاوبك على هيك سؤال؟ تقديراتك يعني. والله هي يعني الشغله سيدي بدها شويه صفني لحتى اقدر جاوبك على هيك سؤال. معناتها صفن لي فيها من هلا لبكره، بدي اعرف شو رايك بالقصه. ايه بامرك سيدي. صباح الخير. وانت من اهله ابو يحيى؟ نعم سيدي. لا تروح، بدي اشوف اذا بدهم اغراض بالبيت. ايه على راسي سيدي. صباح الخير. وانت من اهله. شيء هلا الفاعل من الحاره ولا مو من الحاره؟ يبدا صفني وصفني طويله كمان. شو هالحكي يا مريم؟ خالتي؟ يسعد مساك تقبرني. كيف خالتي؟ منيحه. شو وين مريم؟ ماني شايفه من ساعه اخذت الصغير ونيمته بغرفتي. ايوه وين هلا؟ بغرفتها بس يبعت لي حمه تعبانه شوي. خير ان شاء الله. طيب خالتي معلش تعملي لي فنجان قهوه بعد اذنك. على عيني. مين انت؟ شو جابك لهون؟ شو فوتك لعندي على الأوضة؟
ولك شبك؟ لك شو صار لك؟ أنا حسان جوزك. اطلع لبرا، اطلع لبرا، ما بدي اسمع صوتك، اطلع لبرا. لك شو بدك تطلع لبرا؟ لوين بدي اطلع؟ لا حصحيتي، حصحيتي. طول بالك حسان، شوفي شوفي، خلص طول بالك. شو لقيتي شبه؟ طول بالك شوفي، بس ايديني شوفي. ان شاء الله اطلع لبرا. لك لوين بدي اطلع؟ هي الغرفة غرفتي لبيت بيت. انتي بدي مرتي عم تسأل علي، لوين بدي اوصل لوين؟ استمر معك تمر. لا خالتي فهميها يا ولد، قولي لي قولي لي. شوفي شوفي ان شاء الله طلعوا برات البيت. لك اطلع برات الاوضة ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله اطلع برات الاوضة، اطلع برات الاوضة. ولك فهميها علي انا مين؟ لك انا حسان بطلتي تعرفيني. برا اطلع لبرا، اطلع لبرا، اطلع لبرا. ولك ما عم تحكي بحياتي ما عملت شيء متهيئة. ليش هيك عم تتصرف بهي الطريقة؟ شو الحجة؟ شو المنطق هذا اللي عم تعمله؟ معلش تقبرني، بس انت طول خالتي بدي افهم ليش. يمكن هي مريم اخذت على خاطرها لو انت ما تدخلت بقصة اهلها. هي قالت لك هالحكي؟ لا هي ما قالت شيء، بس انا حسيت لانه الشغلة وصلت لاخوها يلي هي روحها متعلقة فيه. ما انا اليوم بالذات قررت اتولى هي القضية. بعرف تقبرني بانه انت ما رح تتخلى عن هالعيلة كرمال عيون مريم، بس هي هلا ما انا رايقه، اتركها خليها تروق وبترجع لبيتها. الله يرضى عليك. طلع برات البيت، طلع برات البيت، ان شاء الله طلعوا برات البيت. معلش تقبر عيوني، مرق لي هالليله على خير. يا خالتي مو حلوه تروح لبيت اهلها بنصاص الليالي، مو حلوه. بعرف انها معنا حلوه، بس معلش بلا ما نكبر هالسيره مشان شغله فاضيه. لك خالتي كل هذا الشيء اللي عملته وبتقلي لي لا تكبرها؟ ما بعرف شو صاير معها، معلش تقبرني، بلكي هالليله بترجع لعقلها ورجدها. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفي خالتي، انت بنفسك بتروحي بتجيبيها. ايه تقبرني، انا بروح لبيت اهلها وبجيبها بذات نفسي، بس انت مرق لي الليله على خير. شوفي ابو يحيى، خليها اخذها وصلها عند اهلها. انا راحت على راسي وفيق ابو يحيى. معلش تقبر قلبي، هي هالليلة وبتمرق. خالتي ما عم بفهم، لما أقول مشان هيك قصة تتصرف شو عملت؟ ما أنا قلت لك تقبرني إنه هي متعلقة بأخوها وروحها فيه. ولك خالتي أنتي شو عم تحكي؟ لك ما أنا كرمال هذا الموضوع بالذات أخذت إجازة من شغلي وأجلت سفري بس لأتفرغ له. الله يرضى عليك ويحن عليك، اتطول بالك شوي لأنه طولة البال من الرحمن. ما بدك تتعشى تقبرني؟ يمين عظيم ما بتنام إلا تتعشى. معلش خالتي، عذريني. طيب وإذا قلت لك كرمال عيون مريم؟ ليش أنا مو كل شي عملته بحياتي كلها كرمال عيون مريم؟ بتقومي آخر شي بتعيط علي وبتقلعني برات الغرفة وبتقلي لي كرمال عيون مريم؟ معلش تقبرني، أنت قلبك كبير وحنون والمسامح كريم. عمي أنا سايرتك ومو من جوات قلبي، تصدقني يعني ما بصير تتكفل بالقمايش لوحدك ولا بأي شكل من الأشكال. شيء أنا حقي كزعيم إني أتشارك أنا وياه. يلي عم يقوله أخي أبو طالب معه حق فيه. صحيح، والحمل على الجماعة خفيف، والله بارك بالجماعة. معنات كلامكم إني أنا ماني قد الحمل. أعوذ بالله يا مراد أغا، ما كان هذا القصد بنوب. أنت قد الحمل وزود، بس أنا من واجبي كزعيم إني ساهم بهذا الموضوع من خير الله وخيرك. مظبوط هالكلام، والله لا يفرق بيناتكم يا أغا.
أنا قمت بهالبادرة هي حتى تبقى جنابك متفرغ لأمور الزعامة ولمصالح الناس، وما تلهي حالك بأمور صغيرة وعرضية وبسيطة. وأنا ما بادرت بهالموضوع يا أبو طالب إلا لأني دراعك اليمين ونائبك. قلت حالي حتى خفف عنك الحمل يلي الجبال ما حملته. والمصاري هي العن أبو المصاري، بتروح وبتجي. شو يا جماعة؟ شو جابتي؟ شو جابت أخي أبو طالب؟ صح ولا أنا غلطان؟ حاشاك من الغلط يا مراد آغا. من هالناحية كلام الآغا مطرحه أمين. إذا هذا السبب مراد آغا معه حق يا أبو طالب. إذا هيك شايفين خلص على بركة الله. الله يعوض عليك كل قرش وعشرة يا آغا. أمين يا رب العالمين. على كل حال يا جماعة، أنا بلغت زلمي من الليلة الماضية إنهم يشتروا القمايش الرجالي ويأخذوها لعند الخياط أبو شوكت، والقمايش الحريمي كمان يأخذوها لعند حرمة الخياط أبو شوكت. أبو أدهم ما في لزوم، خلي حريمنا يعملوا هالشي. هلا بلغتهم ومش الحال، خلي حريمكم للأمور الجاي. عن إذنكم شوف مين على الباب. إذنك معك. شايف أنا ليش حكيت هيك؟ لأنه هي الشغلة بدها تتكرر، بعرف. صحيح. بشرو مثل ما بظن انه الشغل ماشي 100%، واكبر دليل شوفير صهره لكم بالرملمك. عصيف الله يعطيكم العافيه، ادخل انت تدبر شغلك كمان مع ابو طالب. يلا